بمناسبة اليوتيوب طبعا احنا مادام في اليوتيوب فاحنا بنتكلم على الانترنت، فلو انت بتتفرج دلوقتي عليا على الانترنت فكده فده البرواز بتاع الانترنت حواليا المفروض. وطبعا معروف ان الانترنت دلوقتي سرعة رهيبة والعملاء بيتمتعوا يعني بخدمة رخيصة ولطيفة. فلو انت بتتفرج على الكلام دوت انا بس عايز اقول كلمة واحدة لشركات الانترنت يعني. بس قبل ما اقول حاجة انا عايز اقول لكم ان لو بتتفرجوا على الانترنت وانا وقفت او هنكت ده مش انا، ده الانترنت هي اللي هنجت، فده مش انا. فكلمة واحدة لشركات الانترنت، فكروا كويس في العملاء بتوعكم، ويا ريت بلاش اعذار واهيه، ويا ريت بقى تبطلوا طاعه. طيل لمصالح الناس. فده كان رسالتنا لشركات الانترنت الحبيبه بتاعتنا.